رائعة أمير الشعراء أحمد شوقي. مجنون ليلى. قيس ليلى. قيس ليلى. قيس وليلى. أشرف عبد الغفور ورباب حسين. مجنون ليلى. المسرحية الشعرية الخالدة. So you love for me was a false pretense. Guys, leave me. Let me wander about in God's wide earth. Let me look for another love and a home of greater worth. Be wise, Guys. Let's go of my cloak. Oh, help! Guys has returned to his former state. Woe to me. What has Guys done? ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر. مجنون ليلى. بطولة أحمد مرعي، أحمد توفيق، أنور عبد العزيز، إسلام فارس. مجنون ليلى. إخراج طاهر أبو زيد. الفصل الأول. من أعظم إبداعات أمير الشعراء أحمد شوقي أنه قدم للعربية لأول مرة في التاريخ المسرحية الشعرية بكل ما فيها من عناصر الدراما والحبكة والتشريح النفسي ورسم شخصيات الرواية والصراع بينها، ثم القدر ورسمه لمصير أبطال العمل. جهد فني كبير لا يقاس إلى جانبه جهد القصيدة الفردية التي اعتدنا عليها منذ فجر الشعر العربي. هذا الجهد الروائي يحتاج أيضا إلى قدرة شعرية فائقة وتعمق في اللغة ومرونة في القافية والوزن، إلى غير ذلك من الدراسات التاريخية والبيئية وغيرها. ومجنون ليلى هي إحدى روائع شوقي ومن أشهر مسرحياته وأقربها إلى الذوق العربي، لأنها تعيد إلى أذهاننا قصة من التراث العربي الخالد. في الفصل الأول نلتقي بليلى، البنت العربية الكريمة على نفسها، المحبة الوالهة، جميلة الجميلات، الذكية اللماحة، ذات الرأي والحكمة، ولكنها أيضا الغيورة على سمعتها وشرف قبيلتها ومكانة أبيها الشيخ. وحين تواجه ذيوع قصة حبها لقيس
الشاعر الساحر والذي يتلقف الناس أشعاره منذ ذيوع قصة حبهما، تواجه ليلى نفسها ممزقة تشدها التقاليد، حيث إن من عادات العرب ألا تتزوج المحبة حبيبها الذي شبب بها، ومن ناحية أخرى فهي تحب قيسا الذي يسمونه أيضا ابن الملوح، فهو ابن العم نشأ هواهما من الصغر على جبل التوباد وأودية بني عامر قبيلتها. زمن الرواية صدر الدولة الأموية التي أسست بنيانها بقوة في الشام بعد أن نقلت العاصمة الإسلامية من يثرب المدينة المنورة إلى دمشق. في هذا الوقت كان الصراع بين الحسين رضي الله تعالى عنه وبين حكام بني أمية، وكانت قلوب الناس مع الحسين سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الخوف من بطش الأمويين كان يلجئهم للانطواء على عواطفهم نحو الحسين وعدم التعبير عنها. في الفصل الأول نلتقي بليلى وعدد من صديقاتها وأصدقائها شباب بني عامر، منهم هند وسلمى وعبلة، ومنهم سعد وبشر، ومنهم أيضا منازل غريم قيس في حب ليلى. الجميع يسمرون أول الليل ويتضاحكون، وبأيدي الفتيات مغازل من الصوف يلهون بها. تقبل ليلى من بيت أبيها ومعها ضيف من الحجاز هو الشاعر ابن ذريح، والآن تبدأ أحداث الفصل الأول. سلمى وحي معي منار الحجاز فتى يثربي. مرحى مرحى. ويا هند هذا أجيب الحجاز هل أمي بمقدمه رحبي. مرحى مرحى. ها أمن يثرب أنت آت؟ أجل، من البلد القدس الطيب. أي ابن ذريح لقينا الغمامة وطافت بنا نفحات النبي. من ابن ذريح؟ فتى ذكره على مشرق الشمس والمغرب، رضيع الحسين عليه السلام وترب الحسين من المكتب. أتسمع بشر؟ رضيع الحسين فديت الرضيعين والمرضعة، وأنت إذا ما ذكرنا الحسين تصاممت. لا جاهلا موضعة، ولكن أخاف امرأ أن يرى علي التشيع أو يسمع. أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه حذار أمية أن تقطعه. إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاة فكن إماعه. ابن ذريح نحن في عزلة، فهل على مستفهم منك باس؟ دار النبي كيف خلفتها؟ كيف تركت الأمر فيها يساس؟ تركتها يا ليلى مضبوطة يحكمها وال شديد المراس. إن حديث الناس في يثرب همس، وخطو الناس فيها احتراس. ابن ذريح لا تجر واقتصد، أحلام مروان جبال رواس. يؤسسون الملك في بيتهم والعنف والشدة عند الأساس. ليلى على دين قيس فحيث مال تميل، وكل ما سر قيسا فعند ليلى جميل.
ما الذي أضحك مني الظبيات العامرية؟ ألأني أنا شيعي وليلى أموية؟ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أعرني سماعك يا ابن ذريح ولا تسمع الطفلة الهاذية. أتيت لنا اليوم من يثرب، فكيف ترى عالم البادية؟ أكنت من الدور أو في القصور ترى هذه القبة الصافية؟ كأن النجوم على صدرها قلائد ماس على غانية. كفى يا ابنة الخالي، هذا الحرير كثير على الرمة البالية. تأمل ترى البيض يا ابن ذريح كمقبرة وحشة خاوية. سئمنا من البيض يا ابن ذريح ومن هذه العيشة الجافية، ومن موقد النار في موضع، ومن حالب الشاة في ناحية، وراغية من وراء الخيام تجيب من الكلأ الثاغية. وأنتم بيثرب أو بالعراق أو الشام في الغرف العالية، مغنيكم معبد والغريد، وقينتنا الضبع العاوية. وقد تأكلون فنون الطهات ونأكل ما طهت الماشية. قد اعتسفت هند يا ابن ذريح وكانت على مهجها قاسية، فما البيض إلا ديار الكرام ومنزلة الذمم الوافية. لها قبلة الشمس عند البزوغ، وللحضر القبلة الثانية، ونحن الرياحين ملء الفضاء، وهن الرياحين في الآنية. ويقتلنا العشق والحاضرات يقمن من العشق في عافية، ولم نصطدم بهموم الحياة، ولم ندري لولا الهوى ما هي. وآنا نخف لصيد الظباء، وآنا إلى الأسد الدارية. وفي كل ناحية شاعر يغني بليلاه أو راوية. قيس إلي، قيس. ما دهاك ليلى؟ ما الخبر؟ أحس رجلي خدرت حتى كأنها الحجر. قد صحت قيس مرتين أو ثلاثا، ما الضرر؟ اسم الحبيب عندنا نذكره عند الخدر. عندك فى دعابة، إن هو إلا اسم حضر. يا قيس، ناجى باسمك القلب اللسان فعثر. أما سوى هذا الحديث شغل؟ كيف ظللت اليوم يا منازل؟ منازل اليوم كأمس هازل، يشرب أو يطعم أو يغازل. بخل، كذا فلتكن الحياة، مت يا بعير وانفق يا شاة، إن غمست في الطرف الرعاة. وكيف ظللت اليوم سعد، أهازل كتربك أم في صالح ورشادي؟ بل الجد يا ليلى سبيلي وديدني، حياتي بواد والمجون بوادي. صحبت زيادا طول يومي تلقفا لأشعار قيس من لسان زيادي. وإن زيادا منذ كان لرائح علينا بشعر العامري وغادي، ولولا زياد ما تمثل حاضر بأشعار قيس أو ترن مبادي. انظري هند، تري ليلى اكتست زهوا وكبرا وتعالت كابنة النعمان أو كابنة كسرى. لم لا سلمى؟ ألم يرفع لها المجنون ذكرى؟ لم إذن يا هند من قيس ومما قال تبرى؟ عبث النسوة، إن نحن بالنسوة أدرى. سألوا الآن بشرا فيما أنفق يومه. سألوا. سلي يا ليلى عن يومه بشرا، وهل يومه إلا شؤون كأمسه من الصيد؟ إن الصيد لذته الكبرى. نعم، هو ملهاي الذي لا أمله،
ولا النفس تعطى عن تناوله صبرا. ولو كان عيشي في قصور أمية لعلمت فن الصيد فتيانها الزهرة، وما أنا صياد الأرانب مثلهم، ولكن على حياته ألج القفرة. إذن هات واصدق بشر في القول مرة، ولا تخترع أو تبني من حجر قصرة. دعي عنك هذا السخر يا ليلى واسمعي. تحدث، فلا والله لم أضمر السخرة. بكرت كدأب اليوم أبغي قنيصة، ومن يتصيد يحسب الغنم والخسرة. رأيت غزالا يرتعي وسط روضة، فقلت أرى ليلى تراءت لنا ظهرا. وأي الليالي بشر آنست هذه؟ إذا شئت أو هاتيك أو حرة أخرى. فقلت له يا ظبي لا تخش حادثا، فإنك لي جار ولا ترهب الدهر. فما راعني إلا وذئب قد انتحى، فأعلق في أحشائه الناب والظفرة. فبوقت سهمي في كتوم غمستها، فخالط سهمي مهجة الذئب والنحرة. أخي بشر، لا شلت يمينك من يد، ولا فض فاك الصبح والليل ما كر. سمعنا بإقدام اللصوص وفتكهم، فلم نرى أدهى منك فتكا ولا أجرا. ووالله لم تغضب لظبي، ولم تثب بذئب، ولم تعمل خيالا ولا فكرة. أخذت فلم تترك لقيس بضاعة، سرقت لعمري الظبي والذئب والشعر. حديث الظبي والذئب وقيس لست أنساه، زياد عنه نباني ولا ينبيك إلاه. رأى قيس على رابية ظبيا فناداه، فألقى الظبي أذنيه ومس الأرض قرناه. بروحي قيس هل راحت ظباء القاع تهواه؟ وهل يرثي له الريم ولا أرثي لبلواه؟ على فيه من العشب بقايا صبغت فاه، رأى في جيده قيس وفي عينيه ليلاه. فبينا هو في الشوق وفي نشوة ذكراه، حب الذئب من الوادي إلى الظبي فأرداه. تغدى بحشى الظبي غداء ما تهناه، رماه قيس في المقتل بالسهم فأصمعه. أجل يا ليلى، ما قلت سوى شيء شهدناه، وإن لم تذكر القبر ولا كيف خططناه. حفرنا القبر للظبي وقمنا فدفناه، وصلينا على الميت وبالدمع سقيناه. فقولوا ولتقل ليلى معي يرحمه الله. أجل بشر، أجل بشر، أجل يرحمه الله. بشر كفى هزلا وتخليطا كفى، ويا ابنة العم مضى الليل سدى. أرسلني قيس، فلو أخبرتني متى بأمر قيس يعتنى. بتنا نخاف أن يجل خطبه وتبلغ البلوى بقيس المدى. وقيس يا ليلى وإن لم تجهلي، زين الشباب وابن سيد الحمى. لم ندر في حيك أو في حيه فتى حكاه نسبا ولا غنى ولا جمالا. وهنا يا ليلى ما ترين أنت لا الذي نحن نرى. بخ ابن ذريح خاطب. اسكت، فلست للمروءات أخا. فيما هذا الكلام يا ابن ذريح؟ اتق الله واقصدي في التجني. ما تجنيت بل ظلمت. دعيني أحسن الذود عن صديقي وخدمي. أنا أولى به وأحنى عليه، لو يداوى برحمتي والتحني. يعلم الله وحده
ما لقيس من هوى في جوانحي مستكني، إنني في الهوى وقيسا سواء، دن قيس من الصبابة دني، أنا بين اثنتين كلتاهما النار، فلا تلحني ولكن أعني، بين حرصي على قداسة عرضي واحتفاظي بمن أحب وضن، صنت منذ الحداثة الحب جهدي، وهو مستهتر الهوى لم يصن، قد تغنى بليلة الغيل، ماذا كان بالغيل بين قيس وبيني، كل ما بيننا سلام ورد بين عين من الرفاق وأذن، وتبسمت في الطريق إليه ومضى شأنه وسرت لشأني. أوغل الليل فلنقم. بل رويدا، واسمعي ليلى. خلي عني، دعني. انفض سامر ليلى وكان حفلا كريما. قد فضه ابن ذريح ففض عقدا نظيما، أثار ليلى فهاجت كما تنفر ريما. ترى أتبغض قيسا؟ لا تقلب الحب بغضا، ليلى العشية غضبا ويصبح الصبح طردا. أنعم منازي مساء. نعمت سعد مساء. بشر نسيت بخير. أنعمي هند مساء. نحن يحوينا طريق، فامضي بلغني الخباء. احذري يا هند منه. أنا لا أخشى اعتداء، قد عرفتم وعرفنا كيف يصطاد الظباء. فجليت حتى هاجلي الشعر والهوى، وما البيد إلا الليل، والشعر سجى الليل حتى هاج لي الشعر والهوى، وما البيد إلا الليل والشعر والحب، ملأت سماء البيد عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب، ألم على أبيات ليلى بي الهوى، وما غير أشواقي دليل ولا ركب، وباتت خيامي خطوة من خيامها، فلم يشفني منها جوار ولا قرب، إذا طاف قلبي حولها جن شوقه، كذلك يطفي الغلة المنهل العذب، يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت، فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو. وأرسلني أهلي وقالوا امضي فالتمس لنا قبسا من أهل ليلى وما شبوا. عفى الله عن ليلى، لقد نؤت بالذي تحمل من ليلى ومن نارها القلب. Thank you.
فرحا مقبلا في الظلام، وأسمع همهمة في الدجى. هو ابن ملوح، دلل الهزال عليه ونمى التراب الخطى. عدو المبين، وما بيننا ولا بين صاغيتين جفا. روى شعره البدو والحاضرون، وشعري ليس له من روى. وهام بليلى وهامت به، لقد كنت أولى بهذا الهوى. تشرد مستعظما في البلاد وجنى، فما ازداد إلا نهى. وإني لأبدي إليه الوداد، وأخفي له في الضلوع القلى، وأحسده حسدا ما علمت. أقيس الشقي به أم أنا؟ من الراكب الليلة؟ قيس أخي. منازل، ما أعجب الملتقى. أقيسا أرى في ظلال البيوت، وعهدي بقيس حليف الفلا. منازل، من أين؟ من عندها، من السمر الممتع المشتهى. من عند ليلى تجر الذيولة؟ حديث لعمر أبي مفترى. بل الصدق ما قلت يا ابن الملوح. اخسأ، متى قلت صدقا؟ متى وما كنت تصنع؟ ما يصنعون؟ لهوت لعمري في من لها، وسامر ليلى كثير الزحام، فلست تعد شباب الحمى. وليلى تفيض على من تشاء رضاها، وتحرمه من تشاء. منازل. قيس، سبيلك قيس، وكل لي تأديب هذا الفتى. تؤدبني زياد، وأنت ظل لمجنون وراوية لهذه، وتزعم أنني ند لقيس؟ رضيت من المصائب غير هذه. من قال ذا؟ أنت لقيس الند؟ لم يبق فيك يا حياة جد، امضي بنا ناحية يا وغد. ليلى. من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ ما كنت يا عم فيهم. أين كنت إذن؟ في الدار، حتى خلت من نارنا الدار. ما كان من حطب جزل بساحتها، أودى الرياح به والضيف والجار. ليلى، انتظر قيس. ليلى، ما وراء أبي؟ هذا ابن عمك، ما في بيتهم نار. قيس ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأربى. عفراء مولاتي، تعالي نقضي حقا وجبا. خذي وعاء واملئيه لابن عمي حطبا. بالروح ليلى، قضت لي حاجة عرضت، ما ضرها لو قضت للقلب حاجاتي. مضت لأبياتها ترتاد لي قبسا، والنار يا روح قيس ملء أبياتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قيس. ليلى بجانبي، كل شيء إذا حضر. جمعتنا فأحسنت، ساعة تفضل العمر. أتجدين؟ ما فؤادي حديد ولا حجر.
لك قلب فسله يا قيس ينبئك بالخبر. قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر. لست ليلايا داريا كيف أشكو وأنفجر، أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر؟ نبني قيس، ما الذي لك في البيج من وتر؟ لك فيها قصائد جاوزتها إلى الحضر، كل ظبي لقيته صغت في جيده الضرر. أترى قد سلوتنا وعشقت المها الأخر؟ غرت ليلى من المها والمها منك لم تغر، حبب البيد أنها بك مصبوغة الصور، لست كالغيد لا ولا قمر البيد كالقمر. ويح عيني ما أرى قيس. ليلى خذ الحذر، رب فجر سألته هل تنفست في الصحر، ورياح حسبتها جررت ذيلك العطر، وغزال جفونه سرقت عينك الحور. اطرح النار يا فتى، أنت غاد على خطر، لهب النار قيس في كمك الأيمن انتشر. وذئابي أرق يا ليلى من أهلك الغير، أنست بيه ومرغت في يد الناب والظفر. ويح قيس تحرقت راحته وما شعر. أنت أججت في الحشا لاعج الشوق فاستعر، ثم تخشين جمرة تأكل الجلد والشعر. فداك أبي قيس، ماذا دهاك؟ تكلم أبن قيس، ماذا تجد؟ أحس بعيني قد غامتا وساقي لا تحملان الجسد. يا لأبي لا الجار، قيس صريع النار ملقا بصحن الدار. أبي أنت ذا جئت، أغثنا أبتي أدرك، لقد حرق بالنار فما يصحو إذا حرك. يرانا الناس يا ليلى. أبن في الناس من فكرك، هنا لا تقع العين على غيري ولا غيرك، ولا يطلع إنسان على سري ولا سرك، ولا أشدر من قيس بإشفاقك أو برك. أبي أبي صدري لا يقوى فأسنده إلى صدرك. رعاك الله يا ليلى وكافاك على صبرك، أخاف الناس في أمري وأخشى القلب في أمرك، وكم داريت يا ليلى وكم مهدت من عذرك، ولست الوالد القاسي ولا الطامع في مهرك. أبا المهدي أبا المهدي عوفيت ويا بورك في عمرك، أراني شعرك الويلة وما أروي سوى شعرك، كما لذ على الكره كلام الله للمشرك. قيس لبيك عم. حسبك فاذهب، لا تطأ لي بعد العشية دارا. أبتي لا تجر على قيس. نملا، إن قيسا على القرابة جارا. أبتي ما تراه كالفنن الذاوي نحولا وكالمغيب اسفرارا، وتأمل رداءه ويديه تجد النار أو ترى الآثار. أبتي دعه يسترح. بل دعينا، لا تزيد يا ليلى سخط انفجارا. حسب يا ليلى، حسب ذلا لعمي، وكفى حلفة له واعتذارا. عم ماذا جنيت؟ ماذا جنى قيس؟ نسيت الرواة والأخبار؟ إنهم يأفكون يا عم. والغيل أليلا غشيته أم نهارا؟ ما الذي كان ليلة الغيل
حتى قلت فيها النسيب والأشعار. لم تكن وحدها ولا كنت وحدي، إنما نحن فتية وعذارة، جمعتنا خمائل الغيل بالليل كما يجمع الحمى السمارة، ليس غير السلام ثم افترقنا، ذهبت يمنة وسرت يسارة. امضي يا قيس امضي، لا تكس ليلى كل حين فضيحة وشنار، فكأني بقصة النار تروى، وكأني بذلك الشعر سارة، وكأني ارتديت في الحي ذلا وتجللت في القبائل عارة. امضي قيس امضي قيس امضي. عم رفقا بليلى وبقيس، ولا تكن جبارة، الحذار الحذار من غضب الله ومن سخطه، الحذار الحذار. امضي قيس امضي. جئت تطلب نارا ام ترى جئت تشعل البيت نارا؟ وبهذه النهاية الدرامية العاصفة نصل إلى نهاية الفصل الأول من هذه المسرحية الشهيرة. مجنون ليلى. النص الكامل لرائعة أمير الشعراء أحمد شوقي. مجنون ليلى. إخراج طاهر أبو زيد.